الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة بالسند المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. هو المضمون واحد، المضمون واحد، ولعل هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن الفطرة أو خصال الفطرة، وهو من ضمن سنن الفطرة إنقاص الماء. انقاص الماء يعني قد يحمل هذا التعبير أو هذه الجملة على الترشيد استخدام المية في الوضوء أو في الغسل. انقاص الماء يعني الإنسان لا يفرط أو لا يسرف في استعمال الماء حتى وإن كان يغتسل من جنابة أو إن كان يتوضأ. ومن الممكن أيضا أن يحمل هذا على انقاص الماء يعني أخذ شيء أو جزء من الماء قبل أن تضع يديك في الإناء لتغسلهما أولا خارج الإناء أو خارج الطست، وقبل ما قبل ما تستعمل المية أو قبل ما تحط إيدك في المية. هذا هو الأمر المعني أو المشار إليه في هذا الحديث: قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تحويل. قال: وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة تحويل. قال: وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة تحويل. قال: وحدثنا محمد بن رافع. هذا كله يدل على كثرة الطرق أو كثرة الروايات. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة تحويل أيضا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر تحويل. وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي الذي سبق ذكره، كلهم يقولوا حتى يغسلها، أي كلهم أجمعوا أو اتفقوا على هذا القول حتى يغسلها، أي حتى يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء حتى يغسلها. ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر 3، يعني يغسلها 3 مرات قبل ما يوضعها في الإناء.
ثم قال مسلم: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرخه ثم ليغسله 7 مرار. مرار أو مرات كلاهما من صيغ الجمع، من صيغ الجمع. دي مسألة ثانية بقى، هذه مسألة أخرى، مسألة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، خصوصا اللي بيربوا كلاب، مع أن المسألة تربية الكلاب دي يعني أنا أرى كثيرا من الناس يعني لا يلتفت أو لا يعتبر بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باقتناء الكلاب، وذلك لوجود بعض ما يريده البعض من شبهات. يعني ما هو ممكن الإنسان يورد شبهة يقول لك يعني الكلب معروف بوفائه، معروف بوفائه، ودي حقيقة، يعني نحن لا نشك أبدا في أن الكلب حيوان يعني وفي لصاحبه، يعني في منتهى الوفاء، يعني ما فيش أي حيوان بلغ وفاؤه وفاء الكلب أجلكم الله. لكن الشرع لما يمنع اقتناء الكلب أو تربية الكلاب إلا لأمور معينة سنذكرها. الأمور المعينة يعني كلب الصيد مثلا، كلب صيد، إنسان بيشتغل بصيد بيصطاد بعض الطيور، والكلب طبعا بيبقى واخد باله من موقع الرمي، موقع الرمي، وعلى طول بيروح اتجاه الصيد اللي وقع ده، بيروح اتجاهه ويروح جايبه حمله بحنكه ويجيبه للصائد. او كلب ماشية، يعني زي الرعاة مثلا في البادية او في الصحراء بيرعوا غنم، بيرعوا اي شيء، او خراف، فهناك كلب بيرعى مع الغنم، يمشي معاهم يحرسهم، بيحرسهم من ايه؟ من الديب مثلا او من الثعلب، لان قد يكون يعني الغنم او شيء من الغنم يتعرض للايه؟ لعدوان الذئاب، فالكلب ايضا حارس على الايه؟ على الماشيه. او كلب حرث، حرث يعني زراعه، زراعه ايضا. او كلب حراسه، حراسه يعني في انسان عايش في فيلا، عايش في قصر، بيته معرض للسطو، معرض للسرقه، خايف على اولاده، خايف على ماله، خايف، فبيربي كلاب من اجل الحراسه. هذه الاشياء لا شك انه يرخص فيها. سنكمل لكن بعد هذا الفصل. اللي قلنا قبل الفاصل يعني ان الشرع الحكيم لما يحرم شيء ما بيحرموش كده عبثا ابدا، يعني لابد ان تكون هناك حكمه، وزي ما بيقولوا عدم الوجدان لا يلزم منه عدم الوجود. قاعده بتقول كده، عدم الوجدان يعني عدم وجدانك انت للحكمه لا يلزم منه عدم وجود الحكمه. يعني ايه؟ يعني عدم شهودك للحكمه لا ينفي او لا يترتب عليه او لا يلزم منه انتفاء الحكمه. يعني مثلا واذا زي الانسان لما بيبص للهلال وشاف الهلال وليس يصح في الاذهان شيء، اذا احتاج النهار الى دليله، اذا احتاج النهار الى دليله، واذا لم ترى الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار، مش الشاعر بيقول كده، واذا لم ترى الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انت ما يصحش انك انت تقول ايه الحكمه من كده او تنفي الحكمه مطلقا. الحكمه قد تكون متعينه بس عند غيرك من الفقهاء او العلماء وانت مش واخد بالك. عشان كده بيقولوا عدم الوجدان لا يلزم منه عدم الوجود، يعني عدم وجدانك انت او عدم وقوفك انت على الحكمه لا يلزم منه انتفاء الحكمه. الحكمه موجوده بس انت ما شهدتهاش، ممكن غيرك يشهدها. فلما يجي واحد يقول طب ايه يعني، طب الاسلام ما حرمش اقتناء مثلا الهره او القطه، بتربي عندك طيور، بتربي عندك اشياء ما حرمهاش الاسلام، اشمعنى بالذات الكلب؟
والكلب ده معروف ان بوفائه، ده لو صاحبه بس جراله اي شيء بيحزن عليه، ولو صاحبه مات احنا واحنا بنسمع. بل هناك الشيخ المقدسي له كتاب بعنوان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، عنوان واحد ده امام من ائمة السنة مؤلف الكتاب ده، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. لكن ما يقصدش الفضل الذي يعني يتعين عند الحق سبحانه وتعالى، لان يجب في مساله يجب ان احنا نحرر الكلام فيها. يعني ايه لما يقول فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؟ بيقول هذا من باب التبكيت بس لبعض البني ادمين اللي ما عندهمش وفاء مثلا. يعني قد يكون انسان ما عندوش وفاء حتى لابوه او لامه او لاخواته، قد يفقد الوفاء فعلا، دي حقيقة. او ما عندوش وفاء لصديقه، صديقه اللي اتربى معاه ونشأوا الاتنين مع بعض منذ الصغر، نشأوا مع بعض، قد يكون ما عندوش وفاء له، يتنكر له. فاحنا بناخد المسألة من الزاوية دي، انما ما تاخدهاش بان فضل الكلاب يعني فضل الكلاب عند ربنا، لا، اوعى تاخدها على ان فضل الكلاب عند ربنا على كثير ممن لبس الثياب، لا ابدا. ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم مكرم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك انا لعلي اذكركم، لعلي قلت هذا في لقاء او في حلقه سابقه، اما تكلمنا عن مساله التفضيل دي، مساله التفضيل، في فرق بين انك تكون مفضل عند ربنا وبين انك تكون مفضل في الناس. يعني ممكن تكون مفضل في الناس او بين الناس لكن مش مفضل عند ربنا. انا قلت الكلام ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان واحد بيقول لي طيب الانسان الغني، ما ربنا ذكر ان لما بيوسع على انسان ويغنيه فده نوع من التفضيل، وجاب الايه اللي في سوره النحل مثلا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قلت له خلي بالك انت مش واخد بالك ان الايه ما قالتش والله فضل بعضكم على بعض بالرزق، يعني ما انتش مفضل بالرزق، انت مفضل فيه. وايه الفرق بين انك تفضل بالشيء وتفضل في الشيء؟ لما تفضل بالشيء يعني يبقى حيثية في كونك مفضل، يعني التفضيل بالتقوى مثلا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تبقى انت مفضل بالتقوى مش في التقوى. انما المال والرزق لما يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضلك فيه بأن بسط لك فيه ليبلوك فيما آتاك، يبقى لسه في امتحان. إن نجحت في الامتحان ده تبقى مفضل عند ربنا، ما نجحتش ما تبقاش مفضل، ما تبقاش مفضل. فعشان كده ربنا بيبين هنا إن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ان هذا العطاء او هذا البسط في الرزق مش دليل على انه بيحبك اكتر من اللي مانع عنه الرزق او اللي قطر عليه الرزق، ابدا. ده هو بسط لك في الرزق ليبلوك، لامتحنك، يختبرك. فلا بد فكذلك الشيخ لما الف الكتاب ده، فضل الكلاب مش 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 معناها ان فضل الكلاب عند ربنا، لا، وانما المقصود انه بينبه الناس اللي ما عندهاش وفاء، ما عندهاش مروءة، بيقول له خلي بالكم في كلاب أفضل من بني آدم، في من بعض الناس في كلاب بيبقوا أفضل من بعض الناس، ده المقصود. لكن مع ذلك في حتة مهمة جدا، الإسلام لما حرم اقتناء الكلاب، هل حرم إنك تطعمها أو تسقيها؟ بالعكس، ده جعل أكلها أو شربها جعله في 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 صحائف حسناتك. بل الشيء اللي خلاني اعجب جدا جدا حديث المرأة التي خلعت خفها وملأته، والمرأة دي كانت مومسة، يعني كانت تجاهر بالفاحشة. الشيء اللي عجبني في الحديث، بل ادهشني في الحديث، اللي هو ايه بقى؟ ان هذه المرأة المومسة لما سقت الكلب اللي كاد يموت من العطش وسقته، الحديث بيقول ايه؟ لم يقل مثلا فغفر الله لها، انما اللي ادهشني قبل ما يذكر المغفرة قال ايه؟ فشكر الله لها فغفر لها. غريبة قوي،
مين بيشكر مين؟ لما تبص الحديث مين بيشكر مين؟ رب العالمين بيشكر مين؟ امرأة عادية؟ لا، مومسة، ربنا شكرها وغفر لها، مش عشان تابت ولا عشان أقلعت على الفحشة، ده غفر لها عشان سائت كلب. إذن رحمة الحيوان مطلوبة، حتى وإن كان اقتناء هذا الحيوان محرم، لكن الرحمة مطلوبة. إن شاء الله بعد الفاصل سنكمل الكلام حول هذا الموضوع، لأنه موضوع يعني بيعتبر من الموضوعات الشائكة، يعني اللي بيثار حولها جدل كتير إن شاء الله. يبقى إذن إحنا فرقنا بين إنك أنت يعني تقتني كلب، وبين إنك أنت تعطف على كلب أو يعني ترحم هذا الحيوان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في كل ذات كبد رطبة أجرا، في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني نهار ما تسقي عصفور أو تسقي كلب أجلكم الله، أو تسقي بهيمة، أي بهيمة، أو تسقي حيوان ضعيف. معروف إن الحيوان لا يملك أن يشكو ولا يملك أن يطلب، يعني أنت. ولذلك حتى ربنا بيعلمنا شيء جميل لما قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يقصد بالدابة مش ليس كل ما يدب على الأرض، يعني من بني آدم أو إنسان أو حيوان، لا، يقصد البهيمة بالذات. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. شوف بدأ بها هي الأول ليه، بيقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها. لا تحمل رزقها يعني انت لو سافرت مثلا على دابة وحاطت عليها رزقك ورزقها، يعني طعامك وطعامها بتحطه على الدابة، لكن هي ما قالت لكش ما تنساش طعامي، هي مش هتعرف تتكلم، لا بتتكلم ولا هتقول لك ما تنساش أكلي، ما بتقولش. ما عشان كده ربنا بيقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها. لا تحمل رزقها يعني انت ربنا مسخرك ليها زي ما هي مسخرة لك ايضا، ها، لا تحمل رزقها. وبعدين قال الله ايه، ما قالش يرزقك، بل قال الله يرزقها وإياك. يعني بدأ بها ليه؟ بدأ بالشيء اللي ملوش حيلة، الشيء اللي ملوش حيلة، يعني لا تعرف تطلب ولا تعرف تشكو ولا حاجة. فلذلك احنا امرنا بان احنا نرحم هذه البهائم، ارحموا هذه الايه العجماوات، كما قال صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الأسواق والطرق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. برضك عندما قال خير من راكبها، مش بمعنى إنها تبقى خير من راكبها في الآخرة، في الآخرة هنقول خير من راكبها في الآخرة، يعني هي تخش الجنة؟ هل الحيوانات تخش الجنة؟ وهل أنا في مسألة أيضا تكلمت فيها من قبل، مسألة القصاص بين الحيوانات. طب إذا لم يكن هناك شرع بالنسبة للحيوانات، ما فيش شرع، طب علامة يقتص، علامة يقتص، قال لك علشان ما فيش بالنسبة للحيوانات لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، يبقى يقتص منها. يعني حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لو شاة قرناء نطحت شاة جلحاء يعني ملهاش قرون يقتص منها. طب ليه يقتص منها؟ لأن ما فيش حسنات بين الحيوانات، ما فيش حسنات ولا في جنة ولا في نار، فده من باب العدالة الإلهية، من باب العدالة الإلهية. وده كله تعليم لنا إحنا، تعليم لنا إحنا. فلما النبي يقول رب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه، نعم ممكن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كله بلا استثناء. لما جاء عند الإنسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، التقسيم حصل فينا إحنا، لكن بالنسبة لكل الأجناس دي اللي فاتت ما حصلش فيها تقسيم، ما قالكش بعض الحيوانات بيسبحوا البعض التاني، لا
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال عند الإنسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن هذه الأشياء مفطورة على معرفة الله وعلى توحيده ولذلك قال الهدهد لسليمان إني وجدت امرأة تملكهم. ها وبعدين اللي عز على الهدهد أنهم يسجدون للشمس من دون الله. إذن الهدهد مفطور على معرفة الموجد الأعلى سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة لم تأتي من قبل النظر، لأن كيف يكون للحيوان نظر؟ لم تأتي من قبل النظر، إنما هذه فطرة في الأشياء، في الأشياء كلها فطرة. فلذلك ينبغي أن نعظم أمر الشارع فيما شرع وفيما بين وفيما أحل وفيما حرم. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.